حجر شيخ الإسلام أن التصوف أول ما وجد أو نشأ أو ظهر دار في البصرة على أيدي عباد تقشفوا وزهدوا في الدين وانقطعوا لعبادة الله تعالى. ولكن لما كان هذا التقشف والزهد على جهل زين لهم الشيطان بعض الأعمال. أول ما بدأوا بلبس الصوف وقاطعوا القطن والكتان وظهروا واشتهروا بلبس الصوف، ولذلك قيل لهم الصوفية نسبة إلى الصوف. وإن زعم من زعم منهم أن نسبة الصوفية نسبة إلى الصفة وأنهم من أهل الصفة في هذا المسجد، هذا غلط حتى من الناحية اللغوية. النسبة إلى الصفة صفي وليس صوفي. كذلك دعوى بأن التصوف نسبة إلى الصفاء غلط معنا ولغة، لأن النسبة إلى الصفاء صفائي، هنا النسبة صوفي نسبة إلى الصوف، وليس هناك صفاء بل هناك ما يخالف الصفاء. نشأة هذه الفرقة التصوف ثم دخل فيهم الزنادقة وكثرة الابتداع إلى أن انتهى أمرهم إلى وجود وحدة الوجود، جماعة ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء الأبناء غير البررة هم الذين أفسدوا على كثير من المسلمين دينهم وعبادتهم.